نحن من ضمن الحكومة، من ضمن المؤسسات يعني نطبق القرارات، وممكن ننتي مثل ونقوم بتوعية. وحاليا الفنانين التشاديين سواء ممثلين أو مغنيين أو موسيقيين يعني قاموا بتوعية كاملة في العاصمة الجميلة عبر الشبكات الاجتماعية، في التلفزيون، في الإذاعة، ونحمد الله ونشكره. يمكن بالتوعية وصلت عند الشعب، وصلت عند الأقاليم لحماية الشعب. والله نحن في وزارة الثقافة والحرف اليدوية والتنمية السياحية بالنسبة للاستشهادين خلوا أهم شيء النظافة من الإيمان، والوقاية خير من العلاج. نحن أول كدبنا الكلام ده، لكن هسا نقول لكم بكرم أرب الدارجي اللي هي غانا، صراحة اللي هي غانا، خلي الناس تحترم القوانين وزارة الصحة شالتها، يعني نخسر الأيدي النظافة، خلي نقول يعني عندنا مسافات وفي الأموات خلي ناس قليلين فقط مش يكلق وتعال خلاص، ما خلاص تخلوه تنصل الوتاء وتقولوا بعدين زي في كارفورات يا جماعة، خلوا نسمع الوصية وزي ما بيقولوا العطس نحط يدنا كده والسلام للكتف، والكمامات شايلين نشر الكمامات يعني عند الأسواق عند الصيدليات، يعني ممكن بأربعين ريال فقط خلي نشر الكمامات أحسن، الوقاية خير من العلاج. وبالنسبة للفنانين يعني هم قاموا بأمل وقل يقوموا، يعني قد يقوموا بأمل الزيادة، يقوموا بالتوئية عشان نقضوا أراضي الوطنية بالنسبة للتوئية في ديسنيف.